هو الشكل النهائي ذي البيت. الحمد لله صبغت فيه مضرت فيه تمارة بزاف، مرجعناش ليه الفراش قاع، نعسناه هنا، عييت درت القيلولة حتى شوية نعسانا. هو البيت كما كان في الأول موسخ مكرفص، الحمد لله ولا شوية مزيان الحمد لله دابا. هذا هو الشكل النهائي للبيت ديالنا. حطي هذه لك وحده. ما بيسم ديال الطعام. شكل ما. رجع رجع. هذه راه خاصها على الروماتك. ما خصهاش الميل غير ما تقدر ما بين ما. ما تاكل مع خوتك نوض. هذه غادا فيها شي حاجه. ليش لا خمسة ما دا شيء ها هالكون ده هالكون ما كده أنا أشتغل في القاعة هنا لا ما سيد جو هذا هذا في سيد جو ديله هذا ديله شوف شو الصور فيها طيحي برا خليك على طيحي برا بشوية شي عندك سير شي عندك سير هاطي كلا ما كنت ما كاينش هاد الشيء اجي 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 بعدا اجي خدي شوف لا أيما كي جاتك البلاد؟ كي جاتك البلاد مزيانة؟ الفن ها؟ يلا هانتي جيتي لعند ولادك هلا مشي شاد ديالنا تا هما جبناهم معانا مشي شاد ديالنا ياك مزيان نصبوها شوية نقدو
خصنا نرجعوا شوية. هو الشكل النهائي ديال البيت، الحمد لله صبغت فيه ما درت فيه تمارة بزاف، مرجعناش ليه الفراش كاع، نعسناه هنا، عييت درت القيلولة واحد شوية نعسناه. هو البيت كما كان في الأول موسخ مكرفص، الحمد لله أولا شوية مزيان الحمد لله. دابا هذا هو الشكل النهائي للبيت ديالنا.